راديو كاب FM الإذاعة الأولى في الوطن القبلي. عملت دي ستاج في كتابة السيناريو ايتو بعد وليت نخدم مع جعفور، قدم له التحية حتى انا زاد مش انا باش نحكي عليه، شهادتي مجروحة فيه جعفور، لكن حاجة تحتسب له انه خاطر وقت اللي كتبته مع جعفر سيتانتي دافيش مش نابورت كي، مش باش العب باسمه ولا باش العب خدمته، وقت اللي باش نكتب معاه ماهيش شفقة فيا جعفر ما يرحمش في خدمته. صحيح اكيد. دونك هذايا زاد تحتسب له على خاطر خذاه بيدي وعطى فيا ثقته. صحيح. ويخدم مع ان جون سيناريست، دونك هو بيدو في الريسك. وفما حاجه نحب نقولها، معناها الاحقاق الحق بعد برشا عروض والحمد لله تونسي بوان فوت سي ماري اكريتور وكانت ناجحه الحمد لله يا ربي، مي عرفتك اللي تقول غراس اجافر قال لي يا صابر راه كان البرودوي خايب الناس ما تعاودش تجيني، دونك انت صافي بارتي من الريوسيت هذي. راديو كاب اف ام الاذاعه الاولى في الوطن القبلي.